السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتعرفوا الدارجة المغربية واحد الدارجة اللي معروفة ومشهورة وعندها القبول، حتى الأجانب الكثير منهم كيتعلموها. 70% تقريبا فيها كلمات عربية فصحى والباقي أمازيغية فرنسية إسبانية والكثير، ولكن هناك بعض الكلمات مؤخرا بدات كتدخل لهذه الدارجة وبدات كتسيء إليها، فنحاولوا هاد الكلمات نتفادوهم. مثلا واحد الكلمه ديال الصاد، افين الصاد، يعني كيف حالك يا صديقي، هذا الشيء بغى يعني، ولكن الصاد اصلها من ساتانيك، افين الصاد يعني افين يا عابد الشيطان، بحال قلتي لي وفين عبادة الشيطان او عابد الشيطان. وعند الامازيغ الصاد هو الثعبان شبه يطير، كينقز مثلا من شجره لشجره، حنا كنقولوا ليه الزريق، واحد الثعبان اللي كيقفز من شجره لشجره كنقولوا ليه الزريق. الامازيغ كيقولوا ليه الصاد، والناس الكبار كيقولوا على الولد اللي ناقص في التربيه كيقول لك وقت الحنش ليولي صاد، يعني ربي ولدك قبل ما تلقى معاه واحد المشاكل في الكبر ديالو، ربي ولدك يعني قتل الحنش ليولي صاد، ليولي صاد يعني ربي ولدك قبل ما يضيع منك وما تبقاش قادر عليه. وعندنا كلمه باي، نقول السلام عليكم ولك، هذا عدد الكلمات كثيره. باي باي يعني كيقول ليه دمت في رعايه البابا. وعندنا واحد كلمه ناري يعني من النار، اويلي، وداك كيقول لي اويلي، اكثريه النساء كيستعملوا اويلي، شي فلان راه كذا وكذا اويلي، كتكون شي حاجه خايبه اويلي. الاخرى كتقول ليه ولا كان ولدها ولا شي واحد اللي تحت السلطه ديالك كتقول ليه تغرق فيه او تغرق فيه، هذه لما تنولد ولدها صغير قال ويلي تقول تغرق فيه. فالكثير من الكلمات كاين اللي تكلمنا عليها في مقاطع سابقه وكاين اللي ذكرناها الان وكاين اللي غنذكروها ان شاء الله في مقاطع مقبله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.